رمضان كريم ويسعد لي اوقاتكم. عودتكم بوصفات كتير طيبه، واليوم رح اعمل وصفه حلو دايما تتربى على عرش السفره الرمضانيه، الكلاج. يا اما لبناني يا اما سوري يا اما عربي، اليوم رح اعمل الكلاج على طريقتي، رح شد النشا وارجع اقليه وغطسه بالقطر. تابعوا معي الوصفه. اول شغله بدي اعملها، بدي جهز المهلبيه، بدي شد المهلبيه حتى تنقلى معي حبه الكلج. رح نضيف للتر الحليب 3 ملاعق من النشا، وعلى البارد بدنا ننتبه، وملعقتين من الطحين. منبلش نحركهم ليشدوا. اجمالا دايما بكل وصفات الحلو اللي فيها سخن بدنا ندوب النشا قبل بوقت، ونتأكد إنه عم نضيفه على حليب بارد، لأنه إذا ضفناه على حليب سخن بكبتل النشا وما بيعود يزبط معنا. منضل نحرك بالحليب والطحين لحتى تدوب الحبيبات الموجودة بقلبها، حط شوي من ماء الزهر ومنضل نحرك لما يبلش يكمش المزيج ويتماسك. بغطي على المهلبية وبخفف تحتها حتى تكمش معي منيح. مهلبيتي صارت جاهزة، رح اتركها على جنب بحدود الساعة لحتى تبرد تكمش مع بعض. الأفضل لما بدنا نحشي الكلاج أو أي نوع حلويات تنحشى بحشوة باردة، لأنه الحشوة السخنة ما بتزبط بالوصفة. وصفتي جهزت، رح احطها على جنب لحضر القطر أنا وياك. حنبلش نجهز الأطراد، وما تنسوا زيدوا الأطراد لأنه ممكن تحفظوهم بأنانة لكل شهر رمضان، بس شرط تعملوا القطر صح. لنعمل قطر نحن بحاجة لسكر، مي، وماء الزهر وبس. 3 أكواب من السكر، 1.5 كوب من المي. احفظوا المقادير، 3 أكواب من السكر، 1.5 كوب من المي، شوية ماء الزهر، ومنحركهم. منضل نحرك ليدوب السكر على الآخر. أول ما يدوب السكر نترك المزيج يغلي حوالي 5 دقايق ومنطفي تحته. داب السكر، رح اترك المزيج يغلي 10 دقايق وبلش جهز أنا وياكم الكلج. وهيك قطراتنا صاروا جاهزين، رح اتركن على جنب سخنين
كرمال لما اقلي الكلاج غطسهم فيه. وهولي زيتاتي جهزتهم وكلاجاتي حده. وهلا رح خبركم خبريات عن شغل الكلاج. في يمكن كثير انواع من الكلاج. هذا الكلاج كنت انا وصغيره اقول لهم مثل ورقه المحارم، فكر انه احنا عم ناكل ورق. هو عن جد ورق، بس ورق كثير طيب، معمول من النشا والمزهر، طريقه بيعملوها بالمعامل. اكثر شيء بتلاقون عند بياعين الحلو او بالمحلات الكبيره. اول شغله بدنا نعملها، بدنا نطوي الورقه بهذا الشكل، نحط عليها حليب سائل بهذا الشكل. طبعا الحليب لازم يكون بارد، ولازم يكون سريعين جدا كرمال الورقه ما تتبلبل على السريع. اذا تبلبلت ما بيعود فينا نلفها. حطينا الحليب، وبناخد المهلبيه يلي بردناها يلي صارت جامده بهذا الشكل. ما لازم تكون ابدا ابدا المهلبيه رخوه. اذا كانت رخوه ببطل فينا نشتغلها صح. اللي بدنا نعمله، نعمل اول طبقه بهذا الشكل وثاني طبقه بهذا الشكل، ومنلفها بدقه بهذا الشكل. نتأكد انها مسكره من كل الميلات. هلا اذا نحن بدنا نعمل كذا قطعه بقلب صينيه، بدهم يلزقوا على بعض، لانه لما تنشف بدها تلزق وتتخزق. شو بنعمل؟ منجيب صحن نحط عليه زيت نباتي او زيت زيتون او دهن او سمن او زبده او شو ما بدنا، نحطه حدنا بهذا الشكل. وبناخد قطعه الكلاج يلي جهزناها بنحطها على الزيت. ساعتها لما بدي اقليها بعد شوي ما بتكون لزقت بالصحن. هون نحن طبعا عم نجهز الزيت. كيف بنعرف انه الزيت صار جاهز؟ حبلش اقلي فيه الكلاج، بتش قطعه صغيره بهذا الشكل وبجرب. هيدي هي، هاللي بدنا اياه. باخذ قطعه الكلاج يلي جهزتها وبحطها بهيدا الشكل بقلب الزيت. منبلش نشتغل. صوت الزيت والروايح. وهيدا اللي بيقول لك مام اعملي لي اياها مع شويه فستق، وهيدا اللي بيقول ماما بدي اياها شويه قشطه، وهيدا اللي بحب يحط مربى مع القشطه. وبتبلشوا انتو تحشوا مثل ما اولادكم بحبوا ياكلوا. انا اولادي بحبوا ياكلوها بهيدا الشكل، سريعه وطيبه وملزقه بالحليب، ودايما نقليها على هيدي الميلة. منزيحهم عن بعض لما يلزقوا. صدقوني كتير سهلة، وما حدا يقول شريته ولا تربيته، أكيد لا. الكلاج عملوه بالبيت، ريحة المزهر وريحة الحليب وريحة القشطة والقطر لما تعم بأرجاء البيت بصير في بركة. كرمال هيك دايما يا نسوان رجالكم بحبوا يروحوا عند امهم، والنسوان كمان بتحب اكل امها لانه في بركه. خلوا البركه تفوت على بيوتكم واعملوا الاكل بيتوتي. رح زيحها هيك وجيب الملقط ونبلش نقلبها بكتير دقه. شفتوا كيف؟ فنانه الست بلقيس، فنانه. هنعمل الكميات الثانية. أهم شيء بشغل المطبخ تكونوا مجهزين كل المقادير حد بعضها. يعني ما فيني أنا حط حليب على الكلاج وروح جيب النشا من هونيك من البراد. من هون لتوصل حبة النشا أو كاسة النشا بتكون تشت الكلاج وبطلت نقدر نشتغل فيها. هيك هيكو كيف عم عصرها كلاجاتي. واو، على فكره بدي لكم شغله، انا كثير مشهوره بالكلاج لانه احيانا بحشي الكلاج بالكريمه، بحش
بحشي الكلاش بالكاستر، بحشي الكلاش باشياء غريبه عجيبه، بس الطعمه غير شكل. والجيران بحبوا كمان وصفاتي، رح اعمل حبتين زياده ونبلش نسقيهم بالقطرات. هلا في ناس رح تسالني فينا نسقي الكلاش بالمي؟ اكيد لا، بس لازم بالحليب. ما فينا لا نسقيها بالمي ولا بمية المزهر، بس بالحليب، منه بتعطيها طعمه وكمان ما بتنتزع حبه الكلاش. هلا خلصنا الكلاجات، رح نضف حواليه، جيب القطرات وشيل الكلاش دغري على القطر. بنصفيهم من الزيت مزبوط. واو، بنكمل حبات الكلاج. بدنا ننتبه ما تلزق عن بعضها، بدنا نضل نزيحها. واخر قطعه نجيب القطرات سخنين، نبلش نغطس الكلاج بالقطر. وجيبوا الجطاط لنكتر القطرات، كنتوا تسمعوها انتوا صغار هيك، بتجيبوا جطاطكم، تجوا كل واحد منكم بياخد قطعه الكلاج. رمضان كريم، بشوفكم بالتقديم. مين منكم ما بحب شراب التوت؟ كيف إذا حطيت له شراب الورد؟ الكلاج كله قطر سخنين. رح جهز طبقة فيكن تشرفونا. رمضان كريم.